السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني إخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد من شروحاتنا. على كل حال هو ليس شرح جديد، وإنما هو شرح تكريرا لما هو موجود من تحديثات على يوتيوب. كنا قد شرحنا في السابق كيف نقوم بنقل قناة من جيميل إلى جيميل، قلنا نرسل إليه دعوة، يصل إليه بريد رسالة بريدية على جيميل التالي، سوف تصل الرسالة البريدية على بريدك التي قمت بدعوته. بطبيعة الحال هذه هي الرسالة: دعاك تيتش 2020، نحن سوف نقوم بدعوة هذه القناة لصديق، سوف نقوم بدعوته عن طريق قناتنا. بطبيعة الحال ننقر على قبول الدعوة، سوف يأخذنا إلى هذه الصفحة. كما تشاهدون ننقر فقط على قبول التحويل إلى ملك، ننقر على قبول. بهذا نكون قد قمنا بقبول الإيميل الذي أرسلنا إليه دعوة قبول. دعوة ننقر على إدارة الأذونات، سوف نشرح كيف تتحصلون على إدارة الأذونات. هذه نذهب إلى القناة، ثم نختار من القناة، من هنا نختار استوديو القناة، ندخل إلى استوديو القناة. نختار استوديو يوتيوب، تظهر لنا هذه النافذة، من الأيمن من الأسفل نختار إعدادات. هذه بعض الإحصائيات الخاصة بهذه القناة، هي مفاعلة الدخل، لاحظوا هي مفاعلة الدخل، هذه فقط بعض الإحصائيات. لاحظ منذ بدايتها كان المدخول حوالي $151، كانت تشتغل ثم تناقص اشتغال، فقط كانت تشتغل للحراك، يعني فيديوهات خاصة بالحراك. ندخل إلى استوديو مبدئي المحتوى أو استوديو يوتيوب، ثم من الأسفل نختار على إعدادات، تظهر لنا هذه النافذة، نختار على أذونات، ننقر على أذونات، ثم إدارة الأذونات. تأتي لنا هذه الصفحة، ننقر على إدارة الأذونات، ندخل البريد الرسمي ثم التالي. لماذا؟ لأنه يطالبك بالبريد الرسمي. نؤكد البريد عن طريق الهاتف، هذه طبقة حماية يعني. ندخل من جديد إلى إدارة الأذونات، تظهر لنا هذه الصفحة، لاحظ ننقر على ملك أساسي، نقوم بعمل النقل. لاحظ ماذا يجب أن ينتظر، الاسم أن ينتظر لمدة يوم واحد، في الحقيقة يجب أن ينتظر 7 أيام. في الحقيقة يجب حتى يكون يصبح مالك عليه أن ينتظر يوم واحد، ثم بعد اليوم ذلك اليوم عليه أن ينتظر 7 أيام حتى يمكنك إرجاعه مالك أساسي. بالهاتف كيف نقوم؟ بالهاتف ندخل في محرك بحث، من أحسن محرك بحث جوجل، نختار هذه النافذة، يظهر لنا هذا الشكل البارامتر، نختار أوتوريزاسيو، ثم جيري أوتوريزاتور، تظهر لنا هذه، نقر على إدارة الأذونات. سوف يطالبون بالرقم السري، نقوم بإدخاله، نقوم بإدخال الرقم السري، نعمل كونفيرم بالهاتف. ننقر هنا لإضافة ملك جديد، سوف نقوم بإضافة إيميل، سوف نقوم بعمل له دعوة، نقوم بدعوة إيميل، وهذا هو الإيميل الذي ظهرت رسالته فيما سبق. هذه هي الطريقة التي نرسل بها دعوة عن طريق الهاتف. نختار الملك، من دور نختار المالك أو مدير، نحن نختار مالك أحسن، ثم ننقر على دعوة.
ثم يتم إضافة الجيميل الخاص بهذا الشخص هنا، وسوف تصلنا رسالة إلى الجيميل الخاص بهذا الإيميل، ندخل إليه ونواصل قبول الدعوة. ندخل إلى البارامتر من جديد بعد أن يتم قبول الدعوة، وبعد 7 أيام ندخل الأوتوريزاتور ثم جيري لزوتيريزاسيون. تظهر لنا هذه الصفحة، نختار إدارة الأذنات، ندخل كلمة سر لأنه دائما يطالبون بكلمة سر، وطبقة الأمان عن طريق الهاتف. ننقر على إدارة الأذنات، تظهر هكذا. بعد مرور أسبوع يمكن تغيير الملك إلى ملك أساسي. ننقر هنا، نقوم بوضعه ملك أساسي، نقوم بعملية النقل. لاحظ كيف تم نقل الملكية إلى الملك الأساسي وجعلناه هو الملك الأساسي. ثم نقوم بالخروج من هذا الحساب الخاص بنا، نقوم بالخروج لأن هذه قناة ملك لصديق. ننقر هنا، نخرج، سوف يتم إزالة هذا الحساب. ثم أنقر على تم. لاحظ تمت إزالة المستخدم، يعني تمت إزالة المستخدم بنجاح. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الشرح، شرحنا هذا في فيديو سابق، فقط أردنا أن نعيد شرحه. انتظرونا في الشرح القادم، لا تنسوا بالنقاط سبسكرايب قناة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.